ينضم إلينا من أم درمان عبر الهاتف مهند الحسين مراسل الغد. مهند، جديد التطورات لديك حتى الآن؟ حسين، يعني التطورات متلاحقة هنا في الخرطوم، حيث أن خروقات عدة وقعت في اليوم الثاني لهذه الهدنة الخامسة. معارك عنيفة كانت قبل قليل ولا تزال هنالك اشتباكات وأسماع أصوات لذوي انفجارات بالقرب من محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش والسوق العربي في منطقة وسط الخرطوم. كذلك هنالك تحليق كثيف لطائرات سلاح الجو التابعة للجيش السوداني، حيث يعني شاهدنا قبل نحو ربع ساعة من الآن تحليق لطائرات، وقد قوبلت بوابل من الرصاص من مضادات الطيران الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع. هنالك أيضا أنباء عن اشتباكات مماثلة وسماع أصوات للرصاص في مناطق من جنوب أم درمان. إذن فإن الانتهاكات مستمرة للهدن التي تم الإعلان عنها، سواء كان الأربع السابقة أو هذه الهدنة الخامسة التي دخلت يومها الثاني لهذه الاشتباكات التي دخلت أسبوعها الثالث. يأتي ذلك طبعا بعد استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار وادي سيدنا العسكري الواقع في أقصى الجانب الشمالي لمدينة أم درمان، بعد أن توقفت حركة إجلاء الرعاية الأجانب عبر الطيران من هذه المنطقة على إثر الحادثة التي تمت من خلالها أمس إصابة إحدى طائرات الإجلاء لرعاية أتراك. كذلك تتواصل حركة إخلاء الرعاية من الخرطوم نحو مدينة بورت سودان الساحلية على البحر الأحمر. صعوبات كبيرة تواجه هذه العملية في ظل تحديات تتعلق بتجميع بعض الرعاية في مناطق محددة تمهيدا للانطلاق بهم نحو مدينة بورت سودان، خصوصا وأن الحركة لا تزال صعبة في داخل الخرطوم بعد انتشار ارتكازات واسعة لقوات الجيش من جهة وقوات الدعم السريع من جهة، ومخاوف من انفلاتات أمنية، خصوصا وأن عمليات نهب واسعة قد تمت خلال الأيام الماضية لبعض المتاجر و الأسواق والمصانع وبعض المواطنين. يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع استمرار حركة النزوح الداخلي، شاهدنا في هذا الصباح حركة نشطة للسيارات وبعض المارة يحملون حقائبهم متوجهين نحو موقف المواصلات الرئيس في السوق الشعبي في أم درمان، هذا طيب. المكان الذي تنطلق منه الحافلات السفرية وحتى الشاحنات هنا نحو المدن القريبة الآمنة. مهند، هنا نسأل عن الأوضاع الإنسانية في ظل هذه الاختراقات للهدنة، كيف تبدو هذه الأوضاع؟ يعني إجمالا برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قال بأنه نشاطه رسميا في كافة السودان سوى تقديم مساعدات محدودة للفارين من القتال في إقليم دارفور نحو الحدود السودانية التشادية. هنالك مساعدات محدودة تقدم لهم بنحو 20,000 شخص، لكن الأوضاع الصحية الآن تواجه شبح الانهيار، خصوصا بعد أن تم الإعلان من قبل تجمع الصيادلة المهنيين بأن هنالك عدد من مستودعات الأدوية وكذلك مصانع الأدوية في منطقة الخرطوم بحري وبعض الصيدليات تعرضت للنهب، وبالتالي هذا فاقم من الضغوط على شح الأدوية، خصوصا وأن بعض الصيدليات الآن المتواجدة بالقرب من المناطق السكنية تواجه شحا ونقصا حادا، يعني ليس فقط على صعيد الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات والجرحى، ولكن حتى على صعيد الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة. نقابة الأطباء السودانيين تتحدث عن أن 68% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات المحصورة متوقفة عن الخدمة تماما، وذلك من أصل 86 مستشفى في العاصمة الخرطوم.
لا تزال هنالك قوات عسكرية تابعة للدعم السريع متواجدة في المعمل القومي للصحة العامة، وكذلك تأثرت العديد من المستشفيات بالقصف الصاروخي خلال هذه الاشتباكات، خصوصا في قسم الأطفال بمستشفى إبراهيم مالك وبعض المستشفيات الأخرى كمستشفى الشعب والخرطوم. كما تعرضت مستشفى الجنينة بولاية غرب دارفور للمرة الثانية على التوالي لعملية نهب وجرح ومقتل كوادر طبية مهمة في هذه المنطقة. إذن كل يوم يمر حسين يعني هنالك تحديات كبيرة تواجه القطاع الصحي الذي بات الانهيار فيه وشيكا، خصوصا وأن جميع الهدن السابقة والحالية لم تتم خلالها دعم هذه المستشفيات بالمستلزمات المهمة المتعلقة بمداوات الجرحى والمرضى. طيب، ولكن مهند، عضو لجنة الأطباء المركزية في السودان الدكتور علاء الدين نقد قال أو حذر من انتشار الجثث في الشوارع، وقال إنه زاد من انتشار الأوبئة. السؤال الكبير الآن، لماذا لم يتم إجلاء كل هذه الجثث حتى هذه اللحظات؟ يعني تعرف أن طبيعة هذه الاشتباكات في مجملها تشبه إلى حد كبير حرب الشوارع. الاشتباكات تقع في مكان ما وسرعان ما تنتقل إلى مكان آخر، هنالك تخوف كبير من التجوال، هنالك كوادر صحية تابعة لوزارة الصحة كان ينبغي لها أن تقوم بهذه المهمة، لكن وزارة الصحة أصدرت تنويها مهما بضرورة التعامل مع هذه الجثث، وقد أصدرت تعريفا حول كيفية دفن هذه الجثث بالحد الذي يمكن من خلاله التعرف على أصحابها مستقبلا بعد انجلاء هذه الأزمة. وجود هذه الجثث في بعض شوارع الخرطوم وبعضها قد بدأ يتحلل بالفعل ينذر بكارثة صحية كبيرة يمكن أن تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة. هنالك يعني أنباء عن ظهور بعض حالات الكوليرا في منطقة الخرطوم بحري، طبعا إن بدأت هذه الأمراض والأوبئة في الانتشار ستفاقم بالتأكيد من الأوضاع الصحية التي يعاني منها السكان، خصوصا وأن عدد قليل جدا من المستشفيات الآن تعمل، وحتى هذه التي تعمل بصورة جزئية في الفترة النهارية من 9 صباحا وحتى 5 مساء. نقابة الأطباء السودانيين أصدرت نداء عاجلا أمس بضرورة توجه الكوادر الطبية التي تقطن بالقرب من مستشفى النو في أم درمان في محاولة الوصول لهذه المستشفى، والمساهمة مع الكوادر الطبية القليلة التي تعمل على مداوات عدد كبير جدا من ليس فقط الجرحى بل إنما أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والمرضى الذين يصلون إلى هذه المستشفى بصورة يومية ومتكررة. طيب مهند، على مستوى الغذاء وعلى مستوى الماء أيضا، كيف رصدت الأوضاع حتى الآن؟ يعني من المؤكد أن مسألة الغذاء هذه تتفاقم كل يوم يمر من عمر هذه الأزمة التي مضى منها الآن 15 يوما، كما يعني من المؤكد أن العديد من السلع الأساسية خصوصا في المتاجر القريبة من المناطق السكنية قد نفدت منها بالفعل العديد من السلع الاستراتيجية المهمة كالدقيق، خصوصا وأن الدقيق قد نفد بأن هنالك طلب عالي عليه خلال الفترة الماضية بعد أن تعذر الحصول على الخبز من خلال الطوابير الطويلة. هل ارتفعت أسعاره أمام الخبز؟ مهند، هل ارتفعت أسعاره؟ معظم السلع الاستراتيجية المهمة ارتفعت أسعارها، وبعض السلع تضاعفت أسعارها طبعا في ظل نهب مخازن مهمة وكبيرة تابعة لمصانع الأغذية في منطقة الخرطوم بحري الصناعية. الأسواق لا تزال مغلقة، بالأمس مساء كنا في جولة في سوق أم درمان، معظم المتاجر بل يعني أكثر من 90% من المتاجر لا تزال مغلقة، خصوصا المتاجر التي تقدم هذه المواد الغذائية بالجملة للمتاجر الصغيرة، وإن كانت هنالك بعض المبادرات من بعض
التجار في المناطق السكنية بالتقيد بالبيع بالأسعار القديمة، لكن غالبية السكان يعانون كذلك من هذا الارتفاع الكبير في السلع الاستهلاكية وصعوبات أخرى تتعلق حتى بشراء هذه السلع أيا كان أو أيا كانت أسعارها في ظل يعني توقف الخدمات البنكية المتعلقة بالدفع الإلكتروني. تعرف حسين بأن تطاول أمت هذه الأزمة لأسبوعين جعل الكثير من المواطنين ينفقون كافة الأموال النقدية التي كانت بحوزتهم، لذا فإن هنالك صعوبات كبيرة تتعلق بالأشخاص الذين لديهم أموال في حساباتهم البنكية، ولكن كيفية التصرف في هذه الأموال لشراء الاحتياجات الملحة هو إحدى العقبات التي تواجه الناس هنا. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الزميل مهند الحسين مراسل الغد، كان معنا من أم درمان.